بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل إن شاء الله مع بعضنا كورس النيوبليزيا. طبعا في المحاضرة السابقة نحن خذينا introduction مهمة على النيوبليزيا، خذينا شنو هو definition of النيوبليزيا، وعرفنا شنو هو مفهوم التيومر بشكل عام، وخذينا classification of tumors، وصنفناها إلى أكثر من تقسيمة، وكل تقسيمة كانت according to حاجة معينة. تمام؟ ماشي. في محاضرة اليوم أو موضوعنا اليوم حيكون شنو هن الكاركترز and the features of tumors. قبل ما نحكو على الكاركترز والفيتشر، الحاجات اللي ميزن في التيومر سيلز أو الكانسر بشكل عام، خلينا نذكره إحنا بحاجة نحن اتفقنا عليها already في المحاضرة السابقة. قلنا تقسيمة التيومرز according to the behavior قسمناها إلى two types، صح ولا لا؟ النوع الأول كان non-invasive وأطلقنا عليه اسم benign، والنوع الثاني كان invasive وأطلقنا عليه اسم malignant. فقسمنا في المحاضرة السابقة الـ tumors according to the behavior إلى benign و malignant. تمام؟ ماشي. جاء طالب منكم قال لي دكتور والله أنا التقسيم هذه ما أقنعتنيش 100%، يعني أوكي أنت قلت لنا أن according to behavior إلى invasive و non-invasive، والinvasive يعتبر malignant و non-invasive يعتبر benign، لكن أنا أوكي أنت كلامك صح، لكن أنا ما أقتنعتش، يعني نبي أكثر، نبي توضيح أكثر. يعني كلمة behavior بروحك يقولها أي شخص يعني، فنبيك تشرح لي ليش سمينا هذا benign وليش سمينا هذا malignant، وليش أصلا tumors أطلقنا عليهم أورام حميدة وأورام خبيثة، أكيد في اختلافات. فلا بالله يا دكتور عرفني شنو هن الاختلافات هذين، لأن أنا مش نقدر نميز بين البناين والمالجنت. نقول لك حاضر، هذا هو موضوعنا اليوم. موضوعنا اليوم بنفرقك شنو هو البناين وشنو هو المالجنت. طبعا بنذكركم بحاجة، إن في الشيت نتاعكم أنتم في الشيت القسم شنو مديرين، الترتيب ما كانش 100%، يعني هو أساس أي حاجة، أساس الفهم والحفظ هو الترتيب والتنسيق. فالشيت نتاعك ماهوش متنسق ومترتب. يعني هما شنو دايرين كم ذاكرين الكاركترز اوف بيناين حاكين عليها، بعدين ذاكرين الكاركترز اوف مالجنت وحاكين عليها، بعدين نطين شرحين حاجه اسمها الجريدنج وشرحين حاجه اسمها ستيجز وكملوهن، بعدين شنو ردوا على البيناين اخرى واعطوكم اكزامبلز اوف البيناين تيومر، كم تيومر هكي يحكوا عليهن، بعدين ردوا على المالجنت اخرى. فهنا تحس روحك انت مشتت، يعني تقرا بيناين بعدين تطلع لمالجنت بعدين تطلع للستيجنج والسبريدنج اوف تيومر والستيجنج والسبريدنج والجريدنج، بعدين بترد اخر على البيناين بعدين بترد اخر على المالجنت. فالترتيب هذا تقدر مشتت، انت مستحيل حتقدر تفهم. فنحن شو بنديره؟ بنديره ري ارينجمنت للشيت نتاعك. فنحن شو بنديره توا؟ نبغى ناخذ الفيتشرز اوف بيناين تيومر ونعرفوا شنو هن الكاركترز والفيتشرز اوف بيناين تيومر، وناخذوا الاكزامبلز نتاعتها ونشطبوا حاجه اسمها بيناين تيومر بشكل كامل، بعدين نعرفوا شنو هن الفيتشرز اوف مالجنت وناخذوا الامثله اللي عليهم ونشطبوا حاجه اسمها مالجنت تيومر. مش تقدر انت افكارك مترتب، لان موضوع السبريدنج اللي هو الانتشار ما يكونش في البيناين، ديما الاورام الحميديه ما فيهنش انتشار، فموضوع السبريدنج حيكون اكثر في المالجنت. فنحن بعد نشرحوا المالجنت حنشرحوا معاه نشرحوا معاه سبريدنج. تمام؟ فنحن شو بنديره تو نبغى نشرحه الكاركترز والفيتشرز، ما دام انت في حاجتين بتقارن بيناتهم فالافضل الافضل، وخذها قاعده حتى في اي ماده اخرى في اي موضوع اخر، بعد يكون في موضوعين متشابهات، يكون الموضوعين متشابهات، ما تقراش هذا بروحه وتحفظه بروحه، بعدين جي تسكر الشيت وتفتح الموضوع الاخر بروحه وتقراه بروحه وتحفظ بروحه، هيك انت معش تقدر انت نظام آلة حفظ كم يوم وتنسى. لكن بعد نديروا نظام كومبيرجن نقارنه، لا هذه يصير فيها كذا وهذه يصير فيها كذا، هذه تنشر بكذا وهذه تنشر بكذا، هذه موضوعها كذا وهذه وهكذا، فانت تجد هنا في ربط ما بين الموضوعين، وهذا نحن بنتخذوه ان شاء الله في الفيتشرز اند الكاركترز اوف البيناين والمالجنت. فنحن نبغى ناخذ البيناين شنو بيصير فيه مقابله في المالجنت شنو بيصير فيه، البيناين هذا شنو بيصير مقابله في المالجنت، وهكذا. مش تمشي الموضوع بشكل انسيابي وسلس وانت توصل لك المعلومة بشكل سهل جدا ومترتب، وتقدر انت
تفهم، وفي الامتحان لو يبرم لك كيف ما يبي يبرم لك انت تعرف كل حاجه. تمام ماشي. ده قبل ما نبدا ان شاء الله نحن في الموضوع هذا نبغى نتفق على 4 حاجات، اني انا مش نقارن بين حاجه وحاجه، في 4 نقاط اساسيه هي هذه النقاط هذين هن اوجه المقارنه. كيف نبغى نقارن ما بين البناين والمالجنت؟ في 4 حاجات. اول حاجه خلينا نكتبون في النص هنا لان هن مشتركات، نبغى نقارنه ما بين البناين والمالجنت في rate of growth، نبغى نعرف معدل النمو نتاع التيومر سيلز في البناين كيف شكلهم وفي المالجنت كيف شكلهم، ونبغى ناخذ المود اوف جروث، مود اوف جروث يعني بطبيعة النمو الغير طبيعي هذا كيف بيكون شكل نتاعه. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة نبو ناخذ حاجة اسمها الجروس بيكتشر، والرابعة اسمها المايكروسكوبيك بيكتشر. طبعا كلمة جروس معناها حاجة indicate to eye يعني حاجة تشوفها بعينك، والميكروسكوبك طبعا under microscope يعني ناخذ مثلا نحن عينة من البناين تيومر ونشيلوها لجماعة الهيستوباثولوجي يبحثوا فيها under microscope حيلقوا فيه changes، وناخذ عينة من المالجنت تيومر ونشيلوها أيضا لجماعة الهيستوباثولوجي يحطوها under microscope ويلقوا فيه changes مختلفات فنقارن بيناتهم. كذلك by gross by the eye نجيب لك أنا عينة بناين ونقول لك بحثي بعينك، ونجيب لك عينة مالجنت ونقول لك بحثي بعينك، أكيد حيكون فيه تغيرات. فنحن نبغى نقارنه ونعرف شنو هن الكاركترز بتاع البناين والمالجنت بال4 نقاط هذين. نبغى نعرف الريت اوف جروث شنو شكله، والمود اوف جروث، والجروس بيكتشر، والميكروسكوبيك بيكتشر. خلينا نبدا باول نقطه اللي هي الريت اوف جروث. شنو بيكون شكله في البناين وشين بيكون شكله في المالجنت؟ دغري انت لانك فاهم معايا المحاضره السابقه بتقول لي لان البناين تيومر قسمناه نحن اكوردنج تو بيهيفير واتفقنا ان البناين تيومر نون انفيزيف معناها طبيعي بيكون الجروث بتاعه سلو بطيء، لكن المالجنت بتقول لي بيكون الجروث بتاعه سريع. وهذه هي مشكله المالجنت اللي هو الانفيزيف. على سبيل المثال مثلا البناين كيف شنو مثلا ديما تلقى البناين تيومر النمو نتاعها بطيء. مرت شخص طلع لك كيس مثلا على سبيل المثال ويقول لك والله لا معايا تو 20 سنه عادي ما تدورش، وتلقى مرات نفس الحجم. على عكس المالجنت الجروث نتاعها بيكون بشكل رهيب، واغلب جماعه المالجنت تيومر الاكتشاف نتاعها يطول. ليش يطول؟ لان الجروث نتاعها يكون يعني كيف نقول لكم خلال مرات ويكس مانث، هو ما يفطنش بيه الا ليت، الا خلاص الحكايه كيف ما نقولوا نحن منتشرة وحكاية منتهية، فما عندهمش ما يديروا له، يقول له أنت موضوعك منتشر نحاولوا لك نحن الكانسر أوكي، لكن الأعمار بيد الله كيف ما يقولوا. على عكس البناية أنت مرات يجابه في كم أشخاص واجدين تلقاه هو عنده مثلا لايبوما في جبهته في يده في أي مكان كيس، يقول لك والله كيس دهني هذا عادي حميد عادي، في اللي يقول حاوله في اللي خاف يقول لك لا لا ما عندي إيش نحاوله فكني منه. لكن المالجنت ديما الجروث نتاعها حيكون فيري رابيد. هذه أول نقطة اتفقنا عليها سهلة وبسيطة جدا، مالجنت حيكون رابد والبناين حيكون سلو. نجو النقطة الثانية اللي هي المود اوف جروث. المود اوف جروث بنقارنه بالمود اوف جروث في البناين ونقارنه بالمود اوف جروث في المالجنت، كيف بيكون شكله هنا وكيف بيكون شكله هنا. نبدأ أول حاجة بالبناين. طبعا يختلف المود اوف جروث على حسب الاورجان. لو كان مثلا سوليد اورجان بيكون الجروث نتاعها مختلف، على عكس الهولو اورجانز يعني الاورجانز اللي هنا مجوفات كيف الاستوفيجاس كيف الاستومك كيف الانتستين كيف اي دكت عندك في البادي حيكون النمو نتاعها مختلف. نبدا باول حاجه اللي هي السوليد اورجان، كيف بيكون شكل النمو في السوليد اورجانز. السوليد اورجانز كيف شنو مثلا؟ كيف الليفر
كيف البنكرياس، سبلين، كدني، لنج، أدرينال، هارت. هذين كلهم يعتبرون سوليد أورغانز. قال لك في البناين شكل النمو بيكون إكسبانسايل، يعني المود أوف جروث في البناين هيكون إكسبانسايل. شو معناه كلمة إكسبانسايل؟ لو نفرض أن هذا عندي سوليد أورغان، تمام، وجانينا خلايا او تيومر سيلز في السنتر، هيكون شكل النمو متاحن من السنتر وامشي اوتورد. تحس النمو متاحن سطحي نوت ديب. فكلمه اكسبانسايل معناها فروم سنتر and outward. وهذه خاصية البناين. يعني مثلا بتجيني مثلا أنا عندي صلي بناين تيومر في السنتر، فتلقى النمو متاعه بسيط، وحيكون النمو متاعه بشكل إكسبانسايل تمددي not deep. لأن لو ضرب لو قعد deep أكثر وأكثر، هنا حيوصل للblood vessels، حيوصل للليمف lymphatic node والlymph vessels. وأنت أي tumor cells وصلها للblood والليمف كل سنة تطيب، هذه يسمون فيها ميتاستاسيس، يبدا الانتشار، لان التيومر سيلز مجرد ما وصلنا في البلد حيخش في السيركوليشن، وممكن يوصل لك لاي اورجان. وانا عندي 5 فايتال اورجان نخافوا عليهم: برين، هارت، ليفر، كدني، ادرينال، لانج. هذين كلهم نخاف عليهم احنا. البناين من اسمه بناين لانه هو ورم حميدي، فقال لك الجروث بتاعه حيكون اكسبانسايل تمددي بالسنتر ويمشي اوتورد نوت ديب. هذا لو كان في solid organs. به لو كان في surface epithelium كيف؟ شنو مثلا؟ يعني ال organs المجوفة، كيف على سبيل المثال intestine، كيف ما قلنا ال stomach، ducts بشكل عام، esophagus. قال لك حيكون المود of growth لو كان في surface epithelium، هذه solid، وهذه حتكون surface بيثيليوم، حيكون المود متاعها بابيلاري، حيكون بابيلاري، يعني يكون لي كيف حاجة اسمها البابيلوما. بابيلوما شن تعريفها؟ البابيلوما تقول لي حاجة projected outward، projected outward. يعني مثلا لو انا جاني مثلا تيومر في الانتستين وكان نوع متاعه بابيلوما بناين، فحيكون الشكل متاعك حاجه بروجكتد. وهذه تسمع بها انت التلال، يقول لك شخص عنده تلال في الكولون مثلا، عاده التلال ديما انديكيت تو البناين. يجي طالب منكم يوقف يقول لي دكتور بهل له اشكال ولا شكل واحد؟ يعني نظام تلال هكي ولا فيه له اشكال مختلفه؟ نقول لك لا البناين شكل بابيلوما او البابيلاري بروجكشن هيكون شكلين. الشكل الاول هيكون هيك كيف ما نقولوا نحن بالعاميه صبه واحده، جايك جاي صبه واحده، وهذا اسمه سيسايل. ومرات ما يكونش صبه واحده، مرات تلقى فيه كيف النك في النص، تلقى فيه نك ناروينج يسمو فيها النك، بعدين تلقى فيه انتفاخ. هذه يسمو فيها البيدان بيدانكيوليتد، بيدانكيوليتد. فالبابيلوما أو البابيلاري بروجكشن في البناين تيومر تكون يا إما سيسايل يا إما بيدانكيوليتد. باهي لو كانت مالجنانت، لو كان مالجننت نفس الفكره، مش نحن نديروا مقارنه. نقول لك المالجننت او المود اوف جروث في المالجننت على حسب نشوفوه هل سوليد اورجان ولا سيرفيس اورجان. نبدا اول حاجه لو كان سوليد اورجانز ولو كان سيرفيس ابيثيليوم كيف بيكون؟ حنقول لك انا هو نفس لكن مور اجريسيف، مور انفيزيف. يعني المود اوف جروث شن حيكون في المالجننت؟ حنختصره بكلمه واحده، حيكون مور
invasive. كيف؟ يعني حتى هو حيكون expansile لكن يمشي deep. يوصل للأورغانز كلها مرات. يوصل للبلد فيسلز. يوصل للليمفاتيك فيسلز. هذا ليش ديما نحن في المالجننت يقول معدل spreading أو معدل الميتاستاسيس عالي؟ نتيجة هو لأن هو more aggressive, more invasive. يعني نفس طريقة المود اوف جروث في البناين لكن مور. هذا ليش ديما الأورام الحميدية ديما يقول لك نستأصله للمكان اللي فيه التيومر سيلز فقط ونخلوا الباقي. لكن ديما مالجنت نقول لك نحولوها كلها، بالعكس خلي يحولوها كلها ومرات يحولوا نيك بورينج تيشوز وتحول حتى الليمف نود لو اضطريت. لأنك أنت لأن المالجنت مور انفيزيف مور اجريسيف ماشي دي بواجد. في حالة مثلا البريست كانسر، حالة البريست كانسر في 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 ميلز مثلا يطلع عندهم يقول لك بناين ماس، فتلقاه ما تستحقش ان تدير ماستكتومي. كلمة ماستكتومي معناها استئصال البريست، فدير ممكن بارشل، ممكن تجي على الماس الكيس بس يدور له انسجن يحولوه وخلاص تستمر حياتها طبيعية. لكن لو كانت مالجننت وعندها مالجننت كانسر او مالجننت ماس في البريست، ففي الغالب يدور لها ماستكتومي يحولوا لها في البريست كله. وفي وحدين يضطروا حتى يحولون حتى البكتورالس ميجر، يحولون حتى الليمف نودز، لان المالجننت حيكون مور اجريسيف ومور انفيزيف. فهو هو ما دام هو مور انفيزيف انا بتقولي هو مور ديب، مور ديب. وبما ان مور ديب انا حيوصل بسهوله للبلاد فيسلز للليمف نود، بالتالي حيكون الريسك اوف سبريدنج عالي. كلمة spreading لها مصطلح خاص يستخدم فيه في الكانسر اسمه الميتاستاسيس. ميتاستاسيس. فاتفقنا ان المالجننت حيكون more deep وعنده high risk of distant metastasis. بهذا لو كان في solid organs، لو كان في solid organs. باهي لو كان في السيرفس ابيثيليوم تقول لي يا دكتور كيف يكون بيكون شكله لو كان في اورجان مجوف؟ بنقول لك نفس الفكره. حتى هو مش قلت لك انا ان المالجننت نفسه لكن مور انفيزيف؟ يعني مثلا انا لو عندي انتستين على سبيل المثال وكان عندي بابيلري بروجكشن حتى هو لكن النوع بتاعه مالجننت، بتقول لي دكتور اوكي نفسه، لكن اكيد في اختلاف لانك انت قاعد تدير لي في مقارنه ما بين البيناين وبين المالجننت. نقول لك صح، عاده البروجكشن او البابيلري بروجكشن اللي في المالجننت يكون الشكل متاعك حتى هو تلقى فيه نك وتلقى الشكل متاعك. هذه شنو يسموا فيها؟ يسموا فيها بوليبويد، بوليبويد بروجكشن، بوليبويد بروجكشن، او يطلقوا عليها اسم اخر اسمه الفانجيتنج، يعني شكل متاعها كيف الفطر، كيف الفطرية او الفطر، فيسموا فيها الفانجيتنج. تمام، هذا هو المود اوف المود اوف جروث سوري. تمام، فخلينا ندور توجه ندير ريفيجن للكلام اللي قلنا. احنا قلنا كلام بسيط وسهل ونظام كونفرجن. قلنا نحن قسمنا التيومرز according to behavior الى non invasive و invasive benign و malignant. قلنا نحن مش نقارن ما بين two types هذين، عندنا اربع معايير نبغى نقارن بيناتها، مش حتكون مقارنه هكي بالمجاوده كيف ما نقوله. فنحن قلنا حنقارن بيناتها بالrate of growth بالmode of growth، بنشوفوها بالعين، جيب لي benign او malignant tumor خليني بحث فيها بعيني ونشوف لك الاختلاف، وبالميكروسكوبك شيلوا لجماعة الهيستوباثولوجي. فاتفقنا ان الريت اوف جروث في البناين في البناين حيكون سلو، لكن في المالجننت حيكون رابد. بالمود اوف جروث، ان المود اوف جروث يعتمد لو كان الاورجان سوليد ولا سيرفس. لو كان سوليد حيكون اكسبانسايل من السنتر اوتورد نوت ديب، لكن لو كان مالجننت حيكون مور انفيزيف، حيكون مور ديب. باهي لو كان بناين وكان في السيرفس ابيثيليوم بيكون النوع بتاع المود اوف جروث حيكون بابيلري، يعني في بابيلوما او بابيلري بروجكشن. لو كان بناين حتكون يا اما سيسايل يا اما بيدانكيوليتد،
لكن لو كانت مالجنت هيكون نوع البروجكشن بوليبويد او فانجيتنج. تمام، هيك كملنا اول اثنين، ريت اوف جروث والمود اوف جروث. طب بنخش بنعرفه الجروس بيكتشر كيف بيكون الشكل متاعها في البناين، وكيف بيكون الشكل متاعها في المالجنت، ونبي نعرف الميكروسكوبيك ايضا كيف بيكون الشكل متاعها في البناين وكيف بيكون الشكل متاعها في المالجنت. فخلينا توا ناخده الثالثة بعدين ناخده الرابعة. الثالثة انا شن بتكون وجه المقارنة، الثالث بيكون الجروس بيكتشر، جروس بيكتشر يعني باي ذا اي. خلونا نقسمه ندير التقسيمة بتاعتنا، هذه البناين كيف بيكون الشكل متاعها باي جروس، والمالجنت ايضا كيف بيكون الشكل متاعها باي كروس. فعندي هنا P9 وعندي هنا malignant. في الجروس، في الجروس بيكتشر بنشوف انا ثلاث حاجات. ما انت بتقول لي دكتور بي انا جبت لك اورجان، جبت لك اورجان وفي benign tumor او في malignant tumor، انت ما تبيش تمد وجهك قدامه وتبحث فيه هيك وخلاص، بتبحث في حاجات معينه صح ولا لا؟ فانت باي جروس مش تقارن ما بين البناين والمالجنت، نبيك تبحث في ثلاث حاجات اساسيه، بتبحث في السايز والشيب والكات سكشن. كيف؟ اول حاجه كيف ما قلنا ان بالجروس لازم نبحثه في السايز، الحجم بتاع الماس بروحها كيف بيكون شكلها، والشيب الشكل متاعها كيف بيكون، نبي نوصف الشكل متاعها، والكت سكشن. كت سكشن نبي ناخذ انا الماس في يدي نحطها قدامي ونجيب موس ونقصها كاني نقص في برتقاله، تنفتح عليا على الاثنين نبحث فيها من جوا شنو. هذا كله باي ذا اي كيف ما قلنا باي ذا اي، لان نحكوا على جروس بيكتشر. به خلونا نبدأ بأول حاجة، كيف نقارن ما بين البناين والمالجنت بالسايز. أنا جبت لك ليفر مثلا كانسر أو ليفر تيومر، تمام، وقلت لك هذه بناين مثلا أو قلت لك هذه مالجنت، بتبحث فيها أنت، نبيك توصف لي تو، نقول لك وصف لي السايز، وصف لي الشيب، وبعدين نقول لك هاك موس اقسمها لي وصف لي شنو تحق من جوا. فنبدأ أول حاجة بالسايز، خلوه في النص كلمة السايز هنا، مش نديره مقارنة ما بين المالجنت كيف بيكون شكلها وما بين البيناين كيف بيكون شكلها. طبيعي طبيعي بتقول يا دكتور بما ان الريت اوف جروث في البيناين سلو، معناها الحجم نتاع البيناين تيومر بيكون سمول لان معدل النمو بطيء، فحجمه بيكون صغير، تبدا تكبر بشويه بشويه، هذا اذا كان كبرت اصلا. لكن المالجنت لان معدل النمو نتاعها رابد، يعني مرات تتكاثر 100 خلية في دقائق، بالتالي مدام تقولي الريت اوف جروث في المالجنت الرابد، معناها اكيد بيكون الحجم تاعها كبير لان النمو تاعها سريع جدا 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 جدا. فالسايز في البناين كيف بيكون؟ بيكون سمول. لكن في المالجنت بيكون لارج. هذه أول نقطة انتهينا منها. نجو النقطة اللي بعدها اللي هي الشيب، كيف بيكون الشكل متاعها. نجو نكتبو هنا الشيب، نحطوها حتى هي في النص، مش نقارنه ما بين المالجنت وما بين البيناين. الشيب تقولين والله بنبحث بعيني تو، بنبحث بعيني، حتى هي تفرق. لو جبت لي انت سوليد أورغان حيكون بالشكل متاعها مختلف، لو قلت لي أو لو جبت لي أو لو جبت لي سيرفس أورغان بيكون الشكل متاعها مختلف. نقول خلينا نبدأ بالترتيب. لو أنا جبت لك يا دكتور solid organ liver pancreas spleen أي حاجة solid organ، بنقول لك رأو الشكل الماس اللي بتطلع في solid organ عادة حيكون الشكل متاعها هيك. تقول لي شنو هيك، ولك وصفها، تقول لي به نصفها، تبحث فيها انت،
بتقول لي والله بتكون soft بناليه ناعمه، soft mass، والشكل متاعها ديما تقريبا راوند او اوفل. نقول لك هذا هو الشيب متاع البناين تيومر، تكون soft mass rounded and oval. بينما لو جبت لك solid organ وقلت لك رو هذا malignant، هذا solid organ ونقول لك رو لو جاني solid organ liver pancreas spleen whatever كان الorgan وقلت لك لو راهو الorgan هذا فيه malignant tumor والشكل متاعه حيكون هيك. شكل شقعب كيف ما نقولون. تقول لي شنو هذا؟ بقول لك اوصف، ترى اوصف اللي تحق فيه. بتقول لي والله هارد مش سوفت. تقول لي ماهوش متساوي، ماهوش متساوي اللي تشوف فيه انت متساوي، ماهوش متساوي. بتقول لي الريجولار. وبتقول لي ملاش اي شكل هندسي، مجهول المعالم كيف ما نقوله. فهيكون ال ديفاين. ما تعرفش ماشي والله جاي كيف ما نقول. هذا هو الشيب نتاع مالجنت تيومر. فالشيب نتاع مالجنت البناين تيومر لو كانت سوليد اورجان حتكون سوفت ماس راوندد اوفال، ولو كانت سوليد اورجان مالجنت حتكون هارد ايرريجولار وال ديفايند. به نقول لك لو كان هولو اورجانز، يعني اورجان مجوف كيف الانتستين، كيف يكون شكلها انت بالعين؟ لو جبت لك انا انتستين، قصيت لك انتستين، جبت لك قلت لك هذا فيه بناين تيومر، وجبت لك انتستين اخر، انتستين اخر وقلت لك لو هذا مالجنت، بتقول لي دكتور ساهل ما كنا نحكي فيها تو. بتقول لي لو جبت لي بناين وعند وفيه وكان سيرفس ابيثيليوم بيكون يا اما سيسايل حيبان علي هيك، لو لقيت صبه واحده حيكون سيسايل، ولو كان هكي في نك حيكون بيدانكيوليتد، وهذه حنشوفها بالعين توضع عليها بالعين، لان التلالات كيف ما نقول. هذا لو كان سيرفس ابيثيليوم. بلو كان مالجنت بتقول لي مو حتى قلناها تو، بيكون الشكل متاعها هيك بوليبويد، يعني فانجيتنج مس. لو انا جيت جبت لي انتستن بحثت لقيت السيسايل بروجكشن او بيدانكيوليتد بروجكشن، نقول لك لو هذه في الغالب حتكون بناين. لو لقيتها بوليبويد ماس بعينك معناها حتكون مالجمنت. لكن في حاجه اخرى ما قلناهاش نحن هنا هنذكرها تو في اللي نبان عليها بالكروس اللي هي الالسر. عاده في المالجمنت ديما نلقوا في الالسر، الالسر حيكون شكل نتاعها هيك الشكل نتاعها. نقول لك ترى اوصفها لي يا دكتور، انا قاعد اليوم بنكست عليك، بنرسم لك وانت توصف. بتقول لي والله بالنسبه للادج، الادج متاعها بتقول لي والله هي مش عارف بنينا طاحت اهو جبناها، معلش بيجي نقول لك انا شوف لي الادج الحواشي متاعها. بتقول لي والله يا دكتور انا نحس ان رقيات مؤخرات لا وراك. فالالثر الادج متاعها هتكون ايفيرتد ورايزد، يعني مرتفعه ايفيرتد مقلوبه لا وراك، شوف شكلها مرتفعه وجايه لورا. بنقول لك البيس متاعها، البيس بتقولي انديوريتد، تحس فيها يابسك انديوريتد، تلقى في ثيكنينج في البيس. بلو نجي نقول لك يا دكتور ترى خشش راسك جوا، بحث لي فيها من فوق، من بحث لي فيها من جوا الفلور متاعها. والله تجي انت تتوكل لا تحط راسك من جوا وتقعد تبحث فيها، تقول لي والله نحق في هيموريج ونيكروتيك سيلز، هيموريج ونيكروتيك سيلز. فهذين هن الكاركترز والفيتشر نتاع الالثر اللي يكون في المالجنت. الادج حتكون رايزد انفيرتد، البيس حتكون انديوريتد، والفلور بتاعها حتكون هيموراجيك اند نيكروتيك. وهذا ليش؟
جماعة الجاستريك كانسر أغلب الكوز أوف ديث أوف الجاستريك كانسر وتكون عندهم ألسر اللي هي البرفوريشن، لأن أنت عندك هنا هذه ألسر، يعني في تآكل في الوول متاع مثلا شخص عنده جاستريك كانسر وتكونت عندي ألسر لأنه مالجنت هو، تمام. والألسر كيف ما قلنا هو التآكل في الميكوزا، لأن هنا شنو فيه؟ انت بعد يصير تاكل في الميكوزا حتوصل في الطبقه اللي تحتها اللي هي الصب ميكوزا، ونحن عارفين كهستولوجيكال ان الصب ميكوزا فيها بلاد فيسلز. بعد انت توصل في البلاد فيسلز يبدا يصير التاكل في الصب ميكوزا والبلاد فيسلز، حيبدا يصير لي فيه هيموريج، وفي نفس الوقت ان التاكل هذا في نيكروتيك سيلز. فاغلبيه جماعه الجاستريك كانسر او حتى الانتستينال السر يصير لهم بيرفوريشن ويبدا يطلع الجاستريك كونتنت في البريتونيوم، يخش في البريتونايتس، وحتى البريتونايتس خششهم في شوك وتنتهي بالدث. وهذين هن من خصائص المالجنت، تمام. فخذينا نحن اول حاجتين، خذينا مقارنه ما بين البيناين مالجنت من ناحيه السايز، وقلنا البيناين حتكون سمول والمالجنت حتكون لارج، وخذينا المقارنه الثانيه ما بين البيناين مالجنت من ناحيه الشيب، لو كان سوليد اورجان وبيناين حتكون الشكل متاعها سوفت ماس راوندد عاده اوفال، لكن لو كانت مالجنت وجذاربه سوليد اورجانز بتقول لي الشكل متاعها عاده حيكون هارد، حيكون ايرريجولار وال ديفاين، ما تعرفش وجه من قفها. به لو كانت في السيرفس ابيثيليوم، في السيرفس ابيثيليوم بتقول لي سهله، خديناها في الورقه اللي قبلها، حيكون بابيلاري بروجكشن او بابيلوما. لو كانت بيناين حيبان عليا البروجكشن شكل متاعها يا اما سيسايل صبه واحده، يا اما بيدانكليتد في نك وفي ماس. ولو كان مالجنت وكان بابيلاري بروجكشن حيكون في نك، تلقاه بوليبويد شكل متاعها فانجيتنج. وعاده ممكن نلقى في مالجنت السر، والالسر كيف بيكون الشكل متاعها؟ بتكون ايفيرت رايزد ايدج انديوريتد بيس وهيمورجيك اندروتيك في الفلور، تمام. نشوف اخر حاجه اللي هي الكات سكشن، حنكتبوها كات سكشن، ونبدو نشوف الكات سكشن كيف بيكون شكله في المالجنت وكيف بيكون الشكل متاعه في البي 9. لو جيت انا يا دكتور مسكت الماس هذا وقطعتها فكيتها، مسكت البيناين ماس وفكيتها وجبتها لك هن، أي جبناها فكيناها من هنا وحطيناها، وجبت لك موس قلت لك هاي دكتور توكل الله وقصها لي بنصك كأنك تقص في برتقال، هذه بتنقسم على اثنينك، شو بتشوف انت؟ اول حاجة جيت بحث تلقى بالشكل هذا، تلقى مقيلة هك الماس، تخيل نحن قسمناها بنص وفتحناها هك، تلقى البيناين سيلز او تيمر سيلز كده جوا، وتلقاه الملفوفات لف كيف ما نقول نحن مغطيات بجواه، شو يسمو فيه جواه هذا؟ نسمو فيه كابسول، نسمو فيه كابسول. فاول نقطة هناخدوها في البيناين هتكون انكابسوليتد، والكابسول هذا عباره عن كونكتيف تيشو، يعني مثلا بعد يجيني هنا، جيني هنا ماس الكونكتيف تيشو بتاع النيك بورينج تيشو تبدا كيف تحاصر فيها، وهذه هي ليش خلتها بيناين محصوره. هذا ليش قلنا نحن ان البيناين يكون تدرج متاعه افقي وعاده ما يكونش ديب، لانه كابسوليتد، ما يوصلش ايضا للبلاد فيسلز واللمف نود لانه كابسوليتد. فنجون بحثوا نلقوه كابسول، تحتوي على كابسول. لو جينا فكينا السيلز اللي جوا هذينا او بحثنا فيهم الوحده نلقوا الشكل نتاعها سيستيك، ثاني نقطه نلقوا سيستيك، كلمه سيستيك كيف الشكاره، كيف الشكاره يعني تجويف كافيتي لايند باي ابيثيلي، هيكون الشكل نتاعها هيك سيستيك. نجوا نبحثوا فيه من جوا السيستث، السيست اللي لقيناها جوا نبحثوا فيها، لو لقيناها فاضيه دائرة واحدة نسموها يوني لوكيولر، لو لقيناها من جوا متقسمة واجد هيك نسموها مالتي لوكيولر.
يعني طبيعة الماس اللي بناخذوها من البناين عادة في الغالب تكون سيستك، أكثر من 90% حتكون سيستك، but maybe تكون سوليد، مرات تكون سوليد، لكن most common هي سيستك. تمام، نقول لك هنا زيد بحث اخرى، بحث اخرى، هل في هيمروج نيكروتيك سيلز؟ جيت بحث انت تقول لي والله ما فيش، يعني عادة نو اور مينيمم هيمروج اند نيكروتيك سيلز، لان اصلا بتقول لي ان البناين انكابسوليتد وما توصلش ايضا، ما تنزلش لوتر ديب وما توصلش ايضا للبلاد فيسلز، فعاده الهيمرج ما فيش، والنيكروتيك سيلز عاده ما فيش، لان هنا البناين سيلز نوت انفيزيف، ما يهاجمنش ما يضربنش، يزيد العدد نتاعهم الحجم نتاعهم في ابنورمال جروث صح، لكن ما يهاجمنش مسالمات ما يضربنش. لو انت لقيت شويه نيكروتيك سيلز عاده حيكون نتيجه الكومبريشن، يعني انت بعد انت تكون هذا اورجان وفيه ماس من جوا، الماس هذه كبرت قاعد تضغط على السيلز المجاوره لها، فطبيعي نتيجه الستريس والبريشر اللي على السيلز حيموتن، فتلقى ممكن مينيمم نيكروتيك سيلز، لكن في الغالب نو هيموراج اند نيكروتيك سيلز. فنعرفوا ان لو درنا كات سكشن قصينا الماس مثل البيناين شنو حنلقوه؟ حنلقوه انكابسوليتد، محصوره مسيطرين عليها، ونلقوه عاده سيستك، طبيعه نتاعها الشكل نتاعها سيستك، ممكن يكون يوني لوكلر ممكن يكون مالتي لوكلر، وعاده بعد نجي نبحث فين نركز بعيوني كويس نلقى ما فيش هيموراج لان النيكروتيك سيلز. لو نجول للهام الاسود اللي هو المالجننت، نفس الفكره، نجي ناخذ هذه ونجي نربق نفكها ونجيبها لك، كان يقول لك هاي دكتور جبتها لك هي يتو كانت هنا اللي مش معروف شكلها شنو، وقلت لك هاك موس توكل الله وقصها، هي قصة بنص هتنفتح عليك وبحث لي فيها. بتقول لي أول حاجة تقول لي هذه وين ماشي؟ هذه ما عندهاش كبسول بكي، نو كبسول. بعد جيت تفكر فيها منطقيا، مادام هي انفيزيف تيومر وعندها نسبة سبريدنج والميتاستز عالية، فطبيعي بتكون ما فيش حاجة مسكتها، ما فيش حاجة لمتها، نو كبسول. ثاني حاجه بتقول لي الله الله يا من البناين دي، هذه ما فيهاش سيستك بك، ما فيهاش سيست، كلهن سوليد، فدي ما تكون يوجوالي سوليد سيست، لا يوني لوكلر لا مالتي لوكلر لا شيء، ما فيش سيست بك. وبتقول لي بحثت اخرى زدت، لان قال يا دكتور بتقول لي في هيمرج واجد وفي نيكروتيك سيلز واجد، تكون تلقى في لارج اريا اف هيمورج اند نيكروتيك سيلز. بعد تفكر فيها منطقيا بتقول لي صح، لان احنا نحكي عليه مالجننت، والمالجننت انفيزيف، فطبيعي بيهاجم الخلايا بيقتلهن بيوصل البلد فيسلز بيدير لي هيمورج. تمام، فهذه هي المقارنه ما بين المالبيناين والمالجننت باي جروس. نديروا ريفيجن سريع، لو انا جيت قلت لك يا دكتور قارن لي ما بين بناين ماس ومالجنت ماس باي كروس، بتقولي والله انا يا دكتور بعد جيب لي انت ماس كيف هذه، بنبحث في ثلاث حاجات، بنبحث في السايز نتاعها والشيب، بعدين جيب لي موس خلينا نقصها ونشوف لك من جوا شن نظامها. قلنا السايز البناين طبيعي بيكون سمول، مالجنت بيكون لارج. بنقول لك الشكل، بتقولي والله اهي سوفت راوندد اوفال، لكن هذه بصيرة ما تندر عليها كيف عاطية شكلها، هارد الريجولر اللي فايند. بتقولي لو كانت سيرفس معروفة يا اما سيسايل اما بيدنجليتد، هنا لا بتكون بوليبويد وممكن تكون الثر، وعرفنا الوصف متاع الالثر. بتقولي لو جيت قصيتها بالنص وانفتحت عليها الاثنين وبحثت فيها من جوا، بالنسبة للبناين هنلقى فيها كبسول محصرها والامهالية في تركينة واحدة انكابسوليتد، عادة حيكون الشكل متاعها سيست، عبارة عن سيست شكير كيف ما نقوله، لكن ميبي تكون سوليد، لكن أغلبيتها سيست. وتقول هيمروج نيكروتيك سيلز يكاد إن ما فيش بكل،
على عكس المالجنت بتقولي نو كبسول يوجوالي سوليد، ودي ما تلقى فيه لارج اريا اوف نيكروتيك سيلز اند هيمرج. سهله صح ولا لا؟ يعني انت بتقول لي اي تيومر فيه كبسول بيناين واي تيومر نو كبسول مالجنت، سهله صح ولا لا؟ لكن انت تقرا في شنو يا دكتور؟ تقرا في الطب وهم حاطين روسكم راسهم بروسكم. ما دام انت تقرا في الطب مستحيل بيسهلها لك، مستحيله طبعا، لازم يطلع لك اكسبشن، لازم يطلع لك فيها اكسبشن. شنو هو الاكسبشن تاعنا؟ بنقول لك راهو يا دكتور عدي كل الكابسوليتد تيومر اللي فيه كبسول راهن بيناين، ما عدا في كم تيومر ذين راهن بيناين لكن للاسف ما فيهنش كبسول، وهذا محط ام سي كيو، محط ام سي كيو ركزوا فيه. فنجو نديرو هنا مربع، مربع لكن نديرو شويه هيك ماشي على اليسار لان نحن بنحكوا على البيناين، مربع صغير نبي نكتبوا فيه شن هن النن كابسوليتد بيناين تيومرز. شن هن النن كابسوليتد بيناين تيومرز شو معناها؟ معناها راهن بيناين، عندهن كاركترز اوف بيناين لكن للاسف ما عندهنش كبسول. شنو هن؟ حناخذهم بالاسم بس توا. اول واحد اسمه ليومايوما، كلمه ليو معناها سموث ماسل او سموث، مايوما انديكيت تو ماسل، فالليومايوما هذا كانسر او بيناين تيومر يضرب السموث ماسل. بيشن المثال الاخر تيومر وبيناين تيومر اسمه الهيمانجيوما، الهيمان نجيوما ومن اسمه هيم معناه انديكيتو بلد، فالهيمانجيوما هذا التيومر يضرب البلد فيسلز او بيناين تيومر يضرب البلد فيسلز. شنو الثالث؟ حاجه اسمها ليمفانجيوما، نفس الفكره، هذا هيمانجيوما انديكيتو بلد، هذا الليمفانجيوما انديكيتو ليمف، فبما ان الهيمانجيوما بيناين تيومر يضرب البلد فيسلز معناه الليمفوما بيناين تيومر يضرب الليمفاتيك فيسلز. واخر تيومر اسمه النيفاي او النيفاس، نيفاي تيومر، هذا تيومر يضرب السكن او بيناين تيومر يضرب السكن، حناخذوه ان شاء الله في السكن تيومر بعد نخشوا في الانواع نتاعته. فهذا فيري امبورتانت ومحط سؤال ام سي كيو. نجي نقول لك يا دكتور كل، هل كل البيناين تيومر انكابسوليتد؟ بتقولي لا، اغلب البيناين تيومر كابسوليتد اكثر حتى من 95% كابسوليتد، ما عدا الليومايوما هيمانجيوما الليمفانجيوما والنيفاي، راه هذين بيناين تيومر يا دكتور لكن نو كونتين كابسول. تمام، حلو الكلام، هذا هو الاكسبشن اللي معقدين كان به، لكن الباقي كله تمام باهي. فشن خذينا توا؟ نحنا درنا مقارنه ما بين البيناين والمالجنت من ناحيه الريت اوف جروث، المود اوف جروث والجروس بيكتشر. خلينا ناخذ اي اخر حاجه اللي هي الميكروسكوبك بيكتشر ونختم محاضرتنا اليوم. تمام، فتوا بننتقلوا الى لاخر وجه مقارنه عندنا اللي هو الميكروسكوبك بيكتشر. خلونا نكتبه في النص هنا، مايكروسكوبك بيكتشر، نبي نعرفوا لو خذينا عينه بالماس اللي خذيناها نحن توا من البيناين اللي فكيت الكم انا، هذه الماس هذه اللي فكيت الكم هنا وجيت انت قصيتها لي هنا، لو خذيت الماس هذه خذينا منها عينه وشلناها لجماعه الهيستوباثولوجي اندر مايكروسكوب، بنقول بالله شو تشوفوا انت تراه اندر مايكروسكوب. ونفس القصه الماس هذه حناخذوها نشيلوا لهم نقول لهم تحت المايكروسكوب ورونا شو نشوفوا، مش نقدر نفرق ما بين هذه وما بين هذه. قبل ما نخشوا في تفاصيل الميكروسكوبك بيكتشر، خلينا نشرح لكم حاجه سريعه لان معتمد عليها الميكروسكوبك، حاجه اسمها الجريدنج اوف تيومر، جريدنج اوف تيومر.
شو معنى كلمة grading of tumor؟ تو أنا لو نفرض عندي organ، الأورغان هذا كين النمو متاعه طبيعي normal growth، ما فيش ولا حاجة. للأسف الشديد خش في نيوبليتي أو خش في نيوبلاستيك changes، فنشأن عندي خلايا ما هنش طبيعية، صلي abnormal growth، صح ولا لا؟ به الابنورمال سيلز اللي انشأن هذين، لو جيت خذيت وحدة abnormal cell وخذيت نفس الأورغان لكن خذيت normal cell وجيت قرنتهم مع بعض، بنشوف هنا وجه التشابه ما بين الابنورمال سيل اللي هي انشأت نتيجة abnormal growth، ونبي نشوف وجه التشابه بينها وبين النورمال سيل اللي هي كانت already في normal growth. وجه التشابه ما بين الابنورمال سيلز والنورمال سيلز هذا هو اللي احنا نطلع به الجريدنج اوف تيومر. لو كان وجه التشابه متاعهم كبير عندهم جريد او درجه خاصه بها، وكل ما يكون وجه التشابه بعيد كل ما يكون الجريد أسوأ وأسوأ. فلو احنا بنطلع شنو هو التعريف للجريدنج اوف تيومر، بتقول لي هي سيميلاريتي of tumor cells to the origin اللي هنا already normal cell، the origin cell أو normal cells، وتقدر توصفها بتعريف آخر يسمو فيها degree of differentiation. كلمة differentiation معناه اختلاف، فنحن بنشوف درجة الاختلاف، هل في تشابه كبير بين الابنورمال سيلز اللي انشأت عندي والنورمال سيلز او لا، وعلى ضوءها نحن نديرو جريدنج للتيومر اللي قدامنا. القصة الجريدنج هذه اول ما اكتشفها عالم اسمه برودرز وسماها على اسمه، واول ما اكتشفها هو كانت في نوع من انواع سكن كانسر وكان مالجنانت كانسر اسمه سيكوما سيل كارسينوما، وصنف الى 3 grades وسموه برودرز كلاسيفيكيشن. بعدين بدوا يطبقوا في قصة الجريدنج هذه على كل الكانسر، تمام، مش موضوعنا هذا. فجاء جو الدكاترة قال لك نحن درنا جريدنج للتيومر الى 4 grading، سمينا الجريد الاولى grade 1، والثانية grade 2، grade 3، grade 4. فأنت بعدين مستقبلا قدام بعد جي نقول لك أنا في تيومر الفلان الفلاني راهو grade 1، راهو grade 2، راهو grade 3، أنت عارف شو معنى كلمة grade. إيه بتقول لي دكتور شنو بجريد 1 شن تاني وجريد 2 شن تاني وجريد 3 شن تاني و4 شن تاني؟ بنقول لك مش انا قلت لك ان الجريدنج اوف تيومر تعريف متاعها هي اوجه التشابه ما بين الابنورمال سيلز اللي انشات او التيومر سيلز اللي انشات عندي مقارنه بالنورمال سيل؟ بتقول لي مزبوط. نقول لك لو لقينا طبعا تشابه 100% مستحيل، لو هو اصلا لو كان 100% معناه ما فيش اصلا ابنورمال جروث. لكن لو قال لك جيت انت جبت لي organ مثلا، هذا organ whatever كان organ، ونشأ عندنا هنا نشأت عندي مس، المس هذه كانت cancer، جيت أنا خذيت عينة من الكانسر هذه وخذيت normal cell حتى هي وقعدت نقارن بينها، قارن بين هذه بينها، قال لك لو كان أوجه التشابه بشكل كبير متشابهات يعني في هاي resembling between، طبعا BW اختصار between tumor cell and normal cell، يعني حيكون في تشابه بشكل كبير، يعني 90 أو 95 أو 80% أو 85% متشابهات، فين اختلافات بسيطة، لو لقيناها هكي معناها نصنفوه grade 1
ايه لو كان التشابه ماهوش بشكل كبير، كان متوسط، فحيكون فيه moderate or mild resembling between tumor cells and normal cells. لو كان التشابه مش درجة عالية، ممكن 60-55-65% فيه تشابه متوسط، يعني كيف ما نقوله، هذا نسموه grade 2. لو كان فيه poorly resembling between tumor cells and normal cells، يعني تشابه بسيط جدا جدا جدا، ممكن 15% 20% فقط تشابه ما بين الابنورمال سيلز اللي طلعن عندي جدد وما بين النورمال سيلز اللي هنا اوريدي كان من قبل، فهذا نصنفوه جريد 3. لكن لو كانت نو سيميلاريتي، ما فيش اي تشابه، الابنورمال سيلز في وادي والنورمال سيل في وادي، لو نو سيميلاريتي او نو ريسمبلينج between tumor cells and normal cells، هذا نصنفوه grade 4، آخر grade. تمام، جو نعاودو أخرى. كان واحد صراحة حكي والله هكي، بقينا في حاجة اسمها the grading of the tumor، وقلنا the grading of the tumor هذه توصف لي similarity، وجه التشابه ما بين الابنورمال سيلز اللي انشأن عندي نتيجة الابنورمال جروث للتيومر اللي طلع عندي جديد، وما بين النورمال سيلز أو الأوريجينال سيلز، ونشوفه جيبون قدام بعض من جامعة الهستوباثولوجي وقارنوا بين هذه وقارنوا بين هذه. لو لقيت ان في شبه كبير بيناتهم، هذا نصنفوه جريد 1. لو لقينا الشبه متوسط، في شبه بسيط بيناتهم، هذه نصنفوه جريد 2. لو لقينا الشبه منتهي بكل، يعني حاجات بسيطة جدا 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 وبورلي الريسمبلينج، فهذا حنصنفوه جريد 3. ولو كان ما فيش اي تشابه، كيف ما قلنا الابنورمال سيل في وادي والنورمال سيل في وادي اخر بك، هذه حنصنفوها جريد 4. تمام، طبعا هم اطلقوا عليه الاسماء، قال لك الجريد 1، الجريد 1 يسموا فيها الويل ديفرينشيتد، ويل ديفرينشيتد يعني فيه اختلاف، لكن اختلاف نزيك كيف ما نقول، مش 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 واضح. الجريد 2 لان فيه مودريت resembling فسموها moderate differentiate، و grade 3 لأن poor resembling فسموها poorly differentiating. لكن grade 4 لأن ما فيش أي تشابه أبدا فسموها الـ undifferentiated، أو أطلقوا عليها اسم آخر يسموا فيها الـ anaplastic. تسمع كلمة anaplastic معناها undifferentiated. فالـ grade 1 شنو نسموا فيها؟ well differentiated. grade 2 moderate differentiated. grade 3 poorly differentiated. و grade 4 undifferentiated أو الانابلاستيك ديفرنشيتد. بتقول لي يا دكتور نحن عشان نستفيد منها واجد، بنقول لك انا نسالك سؤال وانت حتجاوب اكيد، بنقول لك هل تتوقع ان البيناين تيومر بيكون ويل ديفرنشيتد ولا ان ديفرنشيت؟ بتقول لي لا بيناين اكيد بتكون ويل ديفرنشيت. بينما لجنت بتقول لي اكيد لو طلب لجنت تكون بورلي ديفرنشيتد، تكون انابلاستيك ان ديفرنشيتد. فالجريدنج مهم عندي في نوع التيومر. هذا ليش بعد يقول لك شخص طلعت له ماس وخذوا منها عينه بالمنظار على سبيل المثال، طلعت له مثلا في الجي اي تي وشلوها جماعه الهستوباثولوجي مش يشوفوا العينه هذه شنو قصتها، مش يقارنوا قصه الديفرنشيت. كلمه تكون بورلي ديفرنشيتد، كلمه تكون لوطه، يخافوا يقول لك لا والله شكله اللي عنده خبيث مالجنت ماهوش بيناين. لكن لو لقوها ويل ديفرنشيتد الخلايا مشابهه اكثر للنورمال سيلز، فيفرح ويقول لك لا ان شاء الله بناين، الحمد لله استئصال وكل سنه وانت طيب. فنستفيد من القصه هذه شنو؟ ان كلمه تكون لوطه تكون مور مالجننت، وكلمه تكون
فوق بتكون more benign. تمام؟ بعد فهمنا القصة هذه توا خلينا نخش على الميكروسكوبك بيكتشر. هذه فقط مش انت تفهم، مش تفهم شنو قصة الميكروسكوبك. نجو توا الله غالب خذيت منها صفحة كاملة، ناخده ندير عنوان جديد اخرى هنا اسمه الميكروسكوبك بيكتشر، ونبقى نقارنه ما بين الميكروسكوبك بيكتشر لو كانت في البناين شنو شكلها، ولو كانت في المالجننت شنو بيكون شكلها. نكتبه هنا والله نكتبه بالأزرق بيناين، وهنا مالجننت. and malignant. تمام، نفترض سيناريو، جاك واحد في المستشفى قال لك يا دكتور انا عندي كرونيك كونستيبيشن امساك مزمن لي كم وانا في امساك. الدكتور انا بيخاف، يعطيه لاكزيتيف، يعطيه حاجات ملينات، ويرد عليه بعد اسبوع يقول له والله ما صارت ما فيش. هنا الدكتور يبدأ يخاف، يقول معناها في ماس، معناها في حاجة في الانتستين درت لي اوبستراكشن، فدغري يطلب عليه شنو؟ يطلب عليه اندوسكوبي، منظار. يخش بالمنظار يبحث بعينه يلقى الماس اللي هو كان شك فيه، ويبحث فيها بعينه باي جروس بيكتشر اللي خذيناها من بدري. وشين يدير؟ ياخذ منها عينة، وكده سمعينها انت، ياخذ عينة ويقول لو بنشيلها المختبر، تطلع نتيجة العينة بعد كم على حسب المدة اللي لك. العينة اللي انت سحبتها وين شلتها؟ شلتها للمختبر، شلتها لجماعة الهستو باثولوجي. جماعة الهستو باثولوجي شين بيشوفوا؟ هنا السؤال اللي يطرح نفسه، جماعة الهستو باثولوجي شين بيشوفوا؟ اكيد بيشوفوا تشينجز معينة، مش يبثوا في الامر. هل هي الماس اللي انت شفتها في الانتستين متاع الراجل اللي جاك، هل هي بيناين او هي مالجنت، صح ولا لا؟ به لو هم شوفه، نحن حناخذوها سيناريو، انت بعد تشيل لهم عينه وتطلع نتيجه العينه، مره تخرج يقول لك عادي استلمها بروحك، مره تيجي يقول لك هاك العينه وعاد يشيلها للمختبر، انت اي مختبر في مختبرات بنغازي عندنا هنا، وجيب لي النتيجه نتاعها بعد تطلع. يرن عليك هم يقول لك بعد كم يوم طلعت النتيجه، هاك تقرير، بيطلع لك تقرير، تقرير تبي تجري بيه تشيله من؟ تشيله للدكتور، يقول الدكتور هذا التقرير انت العينه طلع، يبدا يقرا فيه الدكتور. الدكتور بعد يقرا لو تريح شويه معناه انت موضوعك بناين، لكن لو وجن سود وبدا ترقال شويه ويخاف معناه لو انت مالجنت. الفكره هنا كلها شن قرا الدكتور، شن اللي قراه في التقرير، مش عارف ان هذه بناين او هذه مالجنت. هذه هي فكره الميكروسكوبك بيكتشر، يجيك تقرير مش تفرق بينه. جماعه الهستوباثولوجي بعد يجوا يبحثوا في السيلز، لو لقوا السيلز اللي هنا التيومر سيلز، وهنا كل انت تلقاها جنو تلقاها مكتوبات في التقرير، لو كان السيلز سمول يونيفورم يعني متناسقة، سمول ويونيفورم من ناحية السايز، من ناحية الشيب، شو معناها الكلمة هذه؟ معناها تكون well differentiated اللي خذيناها من بدري، well differentiated. شنو يطلقوا عليه هذه؟ يطلقوا عليه اسم معين يسموا فيها normal، يقولوا لها normal تلقوا عندكم في الشيت، normal cell polarity. شو معنى كلمة cell polarity؟ هو التناسق والتناغم بتاع الخلية، يعني السيلولار بولاريتي او السيل بولاريتي تقيس لك الانترنسك سيمتري، التناسق بتاع السيلز من جوا، من ناحيه الشيب، من ناحيه ستراكشر، من ناحيه اورجانيزيشن، التباعد ما بين السيلز. فكلمه تكون التناسق والتناغم كبير، كلمه تكون موضوعك ماشي شور البناين. فجماعه الهيستوباثولوجي اول حاجه يشوفوا السيلز، لو لقوها سمول يونيفورم
من ناحيه السايز، من ناحيه الشيب، من ناحيه الستراكشر، من ناحيه الاورجنايزيشن، من ناحيه السيمتري، لقوها ويل ديفرنشيتد، مشابهه بشكل كبير. واطلقنا عليها كل المعلومه هذه كلها، اسمها سميناها سيل بولاريتي او نورمال سيل بولاريتي. هنا يبي تريحه يقول لك راهو في الاغلب تكون بناين. فهذا كله تلقاه مكتوب عندك في التقرير، تلقى الوصف بتاع السيلز كيف شكلهن، هل هي ديفرنشيتد ويل ديفرنشيتد، تلقى السيل بولاريتي. لو انت مثلا شخص قبل كم شخص لا قدر الله عندك كانسر وجاب لك التقرير هذا، اقرا شوفه حتلقى كل الكلام هذا كله قدامك. هذه لو كانت بناين. بل لو كانت مثلا مالجنت، دكتور جاء قرا التقرير مسكين وجهه سود وتعقد، السيلز شنو بيكون؟ بيكون شنو حيقرا؟ حيقرا ان السيلز كانت لارج نوت يونيفورم، حيكون فاريبل من ناحيه السايز، من ناحيه الشيب، صح ولا لا؟ حتكون بور ديفرنشيتد او مرات ان ديفرنشيتد، يا اما تكون بور ديفرنشيتد او تكون انابلاستيك، اللي هي اتفقنا عليها ان كلمه انابلاستيك معناها ان ديفرنشيتد. وهذه نحط لها عنوان هي لوس اوف سيل بولاريتي، يعني نحن فقدنا التناغم والتناسق بتاع الخليه لان الحجم بتاعها لارج كانت variable من ناحية size، من ناحية shape، من ناحية structure، من ناحية organization. poor indifferentiated، poor differentiated، poorly differentiated، ما فيش أي تشابه بينها وبين ال normal cells. هذا كله يعزز فكرة loss of cell polarity. هذه أول حاجة يشوفوها جماعة الهيستوباثولوجي. تاني حاجة شنو بيديروا؟ بيشاخذوا السيل بروحها. في المرة الأولى نحن شفنا السيلز بشكل عام، شفنا السيلز التناسق متاعهن، الحجم متاعهن، هل هن differentiated ولا not differentiated. فشفنا السيلز بشكل عام. يجي هم شنو بيديروا؟ بيفصصوا السيل بروح، فياخذوا السيل، ياخذوا السيل ويشوفوها. لو لقوا طبعا احنا اي سيل تحتوي على سيل ممبرين ومن جوا نيوكليوس، صح ولا لا؟ في النورمال ديما تكون السيتوبلازم كبير في الخلايا النورمال، خديناها من زمان ان السيتوبلازم بيكون كبير والنيوكليوس بتكون صغيره كيف ما انا رسمك. فلو جو لقوا التيومر سيلز لقوا سمول نيوكليوس ولارج سيتوبلازم، فهذه يطلقوا عليها ان في ريشيو ما بين النيوكليوس والسيتوبلازم، ديما يكون السيتوبلازم حجم متاع اكثر من حجم النيوكليوس. فلو جو بحثوا هم ولقوا سمول نيوكليوس ولارج سيتوبلازم، معناها حيكون في نورمال ان نيوكليو سيتوبلازميك ريشيو، نورمال في النيوكليو سيتوبلازميك ريشيو. لكن لو لجو مساكين بحثوا في النيوكليوس فصفصوها، بحثوا في السل، بحثوا فيها كويس، شنو يلقوا؟ يلقوا النيوكليوس حجم تاعها هيك كبير. هذه في حالة المالجنت. فشن حيصير؟ حتلقى في حالة المالجنت لارج نيوكليوس وسمول سيتوبلازم، large nucleus و small cytoplasm. معناها شنو صار لي في الريشيو هنا؟ حتكون abnormal في النيوكليوس cytoplasmic ريشيو، صح ولا لا؟ بيتراني بيطالب منكم ذكي تو، ليش في المالجنت النيوكليوس حجم تاعها كبير؟ اكسلنت، صح. لان المالجنت شين كان rate of growth متاع؟ rate of growth rapid، معناها انقسام الخلية بيكون بشكل كبير جدا، لأنك أنت تبي تنتش خلايا في خلال مرات days hours آلاف الخلايا، مئات الخلايا. فلأن الانقسام بحجم كبير وبشكل مستمر، فتلقى النيوكليوس كبيرة لأنها منقسمة بشكل مستمر. هذا ليش في المالجنت ديما تلقى فيه large nucleus وsmall سيتوبلازم؟ هنا في اختلاف في ريشيو، الطبيعي المفروض تكون نيوكليوس صغيره والسيتوبلازم
كبير. هذه الحاجة الثانية، بحثنا في سيلز بشكل عام، جينا فصفصنا كل سل بروحها من جوا شنو شكلها، وقارنا قارنا بيناتهم. نجول الحاجة الأخرى اللي هي حاجة اسمها الميتوتيك، ميتوتيك فيجرز. شنو معنى كلمة ميتوتيك فيجرز؟ بيكم تردوا معي الأعداد. تذكروا انقسام الخلايا اللي خذيناه من زمان؟ انقسام الخلايا يبدأ بمرحلة البروفيس، أول مرحلة بروفيس، بعدها يخش في مرحلة الميتافيس، بعدها من مرحلة الميتافيس تخش في مرحلة الأنافيس، بعدها تخش في مرحلة التيلوفيس، وبعدين تنقسم إلى تو سيلز، صح ولا لا؟ وبعدين كل خلية تخش في بروفيس، ميتافيس، أنافيس، تيلوفيس، وتكمل باقي الأقسام. فتبدأ من خلية 2 4 8 16 32 وعدي. فالشكل هذا يسموه فيه ميتوتيك فيجرز، يعني فيجرز أشكال من أشكال الميتوزز. في حالة التيومر عندي أو في حالة الكانسر، شن قلنا تعريفه نحن الكانسر من زمان؟ قلنا هو abnormal growth، معناه في زيادة في نسبة growth of the cells. لو أنا جبت لك أورغان طبيعي وخذيت لك منه عينة وحطيتها تحت الميكروسكوب، بجيت بحث مش هتلقى سيلز في طور البروفيس، مش هتلقى سيلز في طور الميتافيس والأنافيس والتليفيس، لا هتلقى دغري الأدلت سيلز. خلاص قلنا أوريدي الانقسام كمل، أصلا أوريدي الانقسام كمل. هذه في حالة النورمال. لكن لو أنا جبت لك تيومر سيلز، والتيومر سيلز بتقول هنا فيه rate of growth بيكون عالي. ففي حالة البناين، في حالة البناين لأن الجروث متاحا بسيط جدا وسلو، فلو أنا خذيت لك عينة من أورغان في بناين تيومر وجبت لك أندر ميكروسكوب، فالميتوتك فيجر تلقاه مينيمم، مينيمم. ممكن تحق خلية في طور البروفيس ميتافيس ممكن تبان عليك، لكن نسبة بسيطة بك. ليش؟ لأن الجروث متاحا بطيء، على عكس المالجننت. المالجننت الميتوتيك فيجرز تلقان فيري هاي. يعني نبقى نجيب لك عينة مالجننت تبحث فيها تلقى جميع أطوار الميتوزس، تلقى الخلية في طور الميتافيس البروفيس في الأنافيس، لأن الانقسام سريع. الخلية هذه انقسمت تخش في الطور اللي بعده، تخش دغري، تخش تمشي تمشي تمشي. فأنت ما فيش راحة بك كيف ما نقولون، فأنت بعد تبحث تلقى جميع أطوار الميتوزس بينت عليك، وهذا واحد من الانديكيت متاع المالجننت. فلو لقيت انت الميتوتيك فيجر شوية، معناه انت تفكر هنا في بيناين. لو لقيت هاي هنا تبدأ تفكر اكثر في المالجننت. وهذه ثالث حاجة يبحثوا فيها جماعة الهستوباثولوجي. اخر حاجة يبحثوا فيها اللي هي ستروما. عارفين شو معناها ستروما؟ طبعا زمان في الهستو ان اي سيلز او تيشو تكون من بارنكايما من السيلز، والستروما لان الكونكتيف تيشو اند البلد فيسل. لو انا بنقول لك يا دكتور، مش اتفقنا ان في التيومر والكانسر ان في انقسام كبير في عدد الخلايا؟ معناها الخليه الوحده في خلال دقائق قالت 10، والعشرة قالت 100، والمية قالت 1000. فالنيو سيلز هذين اللي انت جبتن للدنيا جد، مش يبن وكال، مش يبن غذاء، مش يعيشن. به الغذاء والوكال مثل الخلية شنو هو؟ بتقولي هو البلد فيسلز، هو البلد. فبالتالي المالجننت سيلز أو الكانسر سيلز هي تصنع في خلايا جديدة، وتصنع معاهم في الوكال متاعهم، تصنع في البنزينة متاعتهم، تصنع في النيو بلد فيسل. لأنك أنت بتصنع خلايا بعدد كبير، معناته بتوفر لهم الأكل ومعيشة متاعتها مش يعيشة. فجيت بحث في ستروما متاع المالجننت تلقاه هايلي فاسكولر، هايلي
فاسكولار، يعني كمية إنتاج نيو بلاد فيسلز اللي هي الأنجيوجينيسيس نسبة كبيرة. لكن لو جيت بحث في الستروما بتاع البي 9 تلقاها نورمال ويل ديفولبد فاسكولار، لأن هي النمو بتاعها بسيط، فأوريدي البلاد فيسلز اللي قاعدة فيها يسدنها، تستحقش النيو بلاد فيسل. فالمالجنان دي ما تكون هايلي فاسكولار، والستروما في البي 9 تكون نورمال فاسكولار. تمام، هذين هن جماعة الهستو باثولوجي. بعد جيب لهم عينة كمايكروسكوبك ويقارنوا يبحثوا في الأربع حاجات اللي قدامنا. تمام، آخر مقارنة، بدل ما نحن فتحنا مقارنة، آخر مقارنة كلمة بنقولها وقلناها في السابق ونجي نأكدوا عليها، إن البي 9 نو ميتاستاسيس والمالجننت فريكوينتلي ميتاستاسيس. تمام، هذين هن المقارنات او الكاركترز والفيتشرز ما بين البي 9 والمالجننت. لو انا شرحت لكم نفس ما في الشيت انت حتقدر تتحول الى آلة حفظ فقط لا غير، تبي تحفظ حفظ. لكن وجه المقارنة بين هنا وهنا صدقني ما عادش حتنساها طول عمرك. هكي كملت محاضرتنا اليوم، نزلت حاجة بسيطة بس كتبينا لكم في الشيت، مش نحنا نختمه موضوعنا بكل، لأن الكومبليكيشن. لو جاك بعد كملنا المحاضرة جاء واحد منكم قال لي دكتور على حسب ما فهمت منك ان البي 9 جوه سمح ما فيش هذا كل المخاطر، على عكس المالجننت. انت بعد جيت قارنت لي ما بين البي 9 والمالجننت، شوهت لي صوره المالجننت بك، قعدت نخايف منه، قعدت نستلطف في البي 9، حس في البي 9 نزيك ما فيش اي مشاكل. فبتقولي انت بالله يا دكتور هل فيه يعني في كومبليكيشن للبي 9؟ يعني هل ممكن البي 9 لو شخص جاته بي 9 تيومر هل ممكن يخش في مشاكل ياثر؟ نقول لك طبيعي طبيعي، لكن الكومبليكيشن بتاع البي 9 عاده مش معتمدات على التيومر سيلز بروح، مش تيومر سيلز بحد ذاته هن يديرون المشاكل، لان البي 9 ما فيش ميتاستاسيس. فعاده الكومبليكيشن بتاع البي 9 حتكون لوكالايزد، تكون نتيجه الماس بروح. كيف تنوضحوا توا؟ هن عباره عن اربع نقاط، 1 2 3 4. اول كومبليكيشن يديرها ليا البي 9 هي الكومبريشن، ممكن يضغط لي عليه حاجه لانه بي 9 وكابسوليتد وتمام ما فيش اي ميتاستاسيس، لكن لانه هي ماس، فماس ممكن تضغط لي على نيك بورينج سيلز فتاثر لي تاثر عليهن. كيف شنو مثلا؟ لو مثلا جبنا برين، هذا برين تمام، البرين شنو الطبقات بتاعت البرين اللي يغلف فيه من برا؟ بتقولي المنجيز. بنقول لك لو شخص تعرض لي بي 9 تيومر في المننجيز شنو اسمه؟ اسمه مننجيوما، مننجيوما. وين كان التيومر؟ كان في المننجيز، سميناه مننجيوما. لو هذا كبر في الحجم بتاعه ممكن يبدا يضغط لي على البرين او البارانكايما اوف برين، صح ولا لا؟ يدير لي كومبريشن، فالشخص ما يبدا يخش في هيديك، فوميتنج، يخش في كونفيوجن، لوست اوف كونشوسنس، يفقد الوعي كم مره. ومرات الكومبريشن هذا يبدا يدي لي في اسكيميا ونيكروسس على السيلز، وممكن يؤدي لي حتى الى الدث. فجيت لاحظ ان الدث هنا صار مش نتيجه ان التيومر سيلز ان انفيزيف ودمرن ودارن، لا، نتيجه الماس. هذه اول حاجه ممكن يديرها لي. ثاني حاجه ممكن يدي لي اوبستراكشن، لو جاني كيف البابيلري بروجكشن بيدانكيوليتد او سيسايل مثلا، وكانت حجم تاعها كبير شويه هيك، فممكن يدير لي اوبستراكشن في الانتستين، لو خاصه لو كان عندي مثلا تيومر في بي 9 تيومر في الانتستين. فالشخص يجيك مثلا ب كرونيك كونستيبيشن انفكشن وهكذا، هذا ثاني كومبليكيشن. ممكن يبدا يدير لي في سيكريتينج هرمونز. كيف سيكريتينج هرمونز؟ ناخذ اكزامبل اللي هي الثيرويد.
ثيرويد جلاند. ثيرويد جلاند. لو انا نجي نسالك نقول لك يا دكتور شو وظيفه الثيرويد جلاند، بتقولي بيفرزن بيفرزن ثيرويد هرمونز، صح ولا لا؟ هذه وظيفته. لو جيت انا قلت لك لو جاني شخص متعرض لبيناين تيومر، بيناين التيومر في الثيرويد، ولان الثيرويد جلاند فقلنا نحن اي تيومر في الجلاند وخاصه لو كان بيناين حنسموه ادينوما، صح ولا لا؟ ما نقولوش ادينو كارسينوما، لان ادينو كارسينوما انديكيت تو مالجنت، نحن موضوعنا تو في البيناين. فلو شخص تعرض لثيرويد ادينوما يعني benign tumor in thyroid، بقول لك شو معناها، بتقولي معناها في abnormal growth of cells. معناها مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال لو كان نفرض ان الثيرويد جلاند متكونه من 500 خليه، متكونه من 500 خليه، وال500 هذين يفرزن في ثيرويد هرمون بشكل بشكل معتدل، والشخص خش في ثيرويد ادينوما، معناها عدد الخلايا بيزيد لان في abnormal growth، فال500 هذين تحول معاش قال 500 قال 1000 1500 خليه. معناه زمان ايام كانت نورمال 500 خليه فقط، كان انتاج الثيرويد هرمون نورمال، لكن بعد زادنا الدبل والتريبل انا خشيت في كميه كبيره، لان كل خليه تبي تنشا تبي تصنع ثيرويد هرمون، صح ولا لا؟ معناها انا بنخش في انتاج كبير من الثيرويد هرمون، فالاشخاص هذوما حيخشوا في هايبر ثيرويدزم، هايبر ثيروتيزم، ممكن يخشوا حتى في ثيروتوكسيكوزس، وعندهم كومبليكيشن واجد ثيروتوكسيكوزس، يخشوا في هارت فيلر، يخشوا في اي بروبلم، يخشوا في هشاشه في العظام اوستيوبوروسس، ممكن يخش ايضا حتى في ستروك. شن كان شن سبب من الكومبليكيشن هذينا؟ ماهيش الكانسر بروحه، سببها سكريتينج اوف هرمون اذر كوز، لكن جيت بحث في السبب الاساسي تلقاه هو الكانسر. واخر كومبليكيشن نخاف منها هي ان تخش اندرجو مالجننت مالجننت ترانسفورميشن، يعني تخاف ان البيناين يتحول الى مالجننت، وهذه من تعتمد عليها اكثر مهمه جدا في عمليه الجريدنج. لو نفرض ان جاك شخص شخصت بيناين تيومر وبديت له في علاج باش تحول باش دي لا يستصل، وخذيت من عينه انت لقيتها ويل ديفرنشيتد يعني جريد 1، عدى شهور وايام وجرد عليك اخرى وخذيت العينه لقيتها مودريت ديفرنشيشن، مودريت ديفرنشيشن، معناها شنو بدا يصير لي هنا؟ بدا يمدي اللوطه، هنا نبدا نخاف، انا نقول لا اطرح علينا نحولوه ندير الاستئصال، لانك انت الموضوع بدا يسوء عندك، فانا اخاف ان البناين تحول الى مالجنت، لان هي كانت ويل ديفرنشيت تحولت الى مودريت، ممكن المودريت تحول الى بور، بور تحول الى اند، فانا اخش في مالجنت. فالجريدنج مهم جدا في التكهن، هل تعرف ان البناين تيومر يتحول الى مالجنت او لا؟ فاضل ديما الناس او الدكاتره ينصحوا بالسكرينينج، يقول لك ديما دير سكرينينج مستمر، مش فيها من مشكل، وخاصة الأشخاص اللي هم يكون عندك عندهم جيناتك بريديسبوزنج، يعني مثلا شخص عنده أخوه وباتة وأمه أو أخوه أكثر من أخوه عنده ماتوا بالكانسر، فهذا المفروض كل 6 شهور يدير سكرينينج، يشوف يدير تشيك على روح، لأن أغلب التيومر تبدا بناين وحرام، يعني في واجدين صار لهم ديث ويقدر الله ما شاء فعل أعمارهم، لكن يخش في مالجنت وهو أصلا بادي بناين، يعني يقول لك لو أنت جيت اكتشفته في البداية ممكن كنا نقدر نعالجه. فهذه ممكن اخر كومبليكيشن بالنسبه للبناين. هيك خذينا الكاركترز والفيتشرز اوف تيومرز بنوعيها لو كانت بناين مالجنت، عرفنا الجريدنج. تو في المحاضره الجايه شو بنديروا؟ ما بنش نديروا تقسيمه كيف ما مديرين الشيت لخبطينا، لا المحاضره الجايه بناخذوا الاكزامبل تاع البناين، تو خلاص عرفنا الفكره تاع البناين بشكل عام وهذه اهم حاجه، بناخذوا الاكزامبلز، ناخذوا اليوميوما الادينوما فيبروما لايبوما، شنو هن وين 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 يضربن وشنو يديرن وشنو يصير لهن، ونشطبوا موضوع البناين بشكل كامل، وبعدين نخشوا على الاكزامبلز تاع المالجنت، نفرقوا بس ما بين الكارسينوما وبين الساركوما، وناخذوا الاكزامبل تاع المالجنت ونكملوا حاجه اسمها نيو بليزيا. هيك تكون
مرتبة بشكل أسهل وأبسط. تمام، آسف على الإطالة، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من محاضرة اليوم، مهمة جدا، وبارك الله فيكم، وإن شاء الله بالتوفيق جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.